المناجاة بطلب الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد، جدير من أمرته بالدعاء أن يدعوك، ومن وعدته بالإجابة أن يرجوك. ولي اللهم حاجة قد عجزت عنها حيلتي، وكلت فيها طاقتي، وضعفت عن مرامها قوتي، وسولت لي نفس الأمارة بالسوء، وعدو الغرور الذي أنا منه مبتلي أن أرغب إليك فيها اللهم، وأنجحها بأيمن النجاح، واهدها سبيل الفلاح، واشرح بالرجاء لإسعافك صدري، ويسر في أسباب الخير أمري، وصور إلي الفوز ببلوغ ما رجوته بالوصول إلى ما أملته، ووفقني اللهم في قضاء حاجتي ببلوغ أمنيتي وتصديق رغبتي، وأعذني اللهم بكرمك من الخيبة والقنوط والأناة والتثبيط. اللهم إنك ملء بالمنائح الجزيلة وفي بها، وأنت على كل شيء قدير، بعبادك خبير بصير.